للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكات أو الشراكة والتعاون الدولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بقناتنا الرائعة قناة عدن، وتحية عبركم إلى كل الشعب اليمني. حياك الله أستاذ نبيل. كما تعلم بأن الميليشيات الحوثية يعني تتعدد وسائل هذه الميليشيات لقتل اليمنيين وإرهابهم، وتصدر بحقهم أصدرت المئات من أحكام الإعدام، وكيف تنظر لهذا الجانب تحديدا؟ أولا هذه ليست محاكم، هذه مجرد مسرحيات هزلية، وما بني على باطل فهو باطل بالتأكيد، وغير معترف بها لا على المستوى المحلي ولا الإقليمي ولا الدولي. ثانيا من هم بها أغلبهم ليسوا قضاة، هم أشخاص أتت بهم هذه الميليشيات، يعني من ضمن طواقمها الذين أتت بهم لأداء غرض معين، وبالتالي ستجد حتى من حضروا هذه المسرحيات ستجد أن من حوكم كانوا يدفعون عن أنفسهم بما تعرضوا له من تعذيب، بما حدث لهم، ما بما هو ملفق لهم، وبعد وتجد من يقوم بدور القاضي في هذه المسرحية وكأنه لم يسمع شيئا، لا يرد على أي شيء من هذا القبيل، وتجد محاكمة هزلية تنتهي في 10 دقائق بحكم إعدام. يعني ما لم يحدث في التاريخ ولا في مكان، حتى لو هي أيضا مسرحية على في المسرح لن تكون بهذه الهزلية. نعم، شر البلية ما يضحك كما يقال. طيب، أصدرت الميليشيات الحوثية أحكام إعدام بحق 4 من الزملاء الصحفيين، أيضا ما زالوا يقبعون أيضا في سجون الميليشيات الحوثية، وقبل أيام أيضا الاتحاد الأوروبي طالب بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين. هذا الموضوع نحن قادمون قبل أي يعني قبل يومين أو 3 أيام، نحن آتون من جنيف بعد أن حضرنا، وكان على رأس الوقت الأستاذ أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. نعم. وفي حضورنا للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان وفي كلمة اليمن التي ألقاها الأخ الوزير، كان هناك نص صريح في الكلمة يتحدث عن هذا الأمر تحديدا، وطالبنا المجتمع الدولي أن يقف بحزم وأن يتحرك من أجل إيقاف هذه العملية الإجرامية التي قد تودي بحياة 4 من الشباب، قضوا حتى الآن أكثر من 7 سنوات في سجون الميليشيات وعانوا فيها الأمرين، بل بعضهم وصل إلى حالة صحية سيئة جدا، وبالتالي طالبنا بالإفراج الكامل عن كل سجناء الرأي، وأيضا إيقاف هذه القرارات التي تضطرها هذه الميليشيات وتودي بحياة أناس أبرياء ليس لهم من ذنب، إلا أن المقادير جعلتهم يقعون في أيدي هذه الجماعة الإرهابية الإجرامية. نعم. طيب أستاذ نبيل، دعنا في صورة أهم الأمور والجوانب التي تم مناقشتها في حضورك أنت، كما أشرت قبل قليل بأنك حضرت مجلس حقوق الإنسان في جنيف كما أعتقد. نعم. كيف عرضتم القضية اليمنية للحاضرين، لمن هم موجودين في هذا المحفل الدولي لحقوق الإنسان؟ استعرضنا هذا الأمر في أكثر من موقع أو في أكثر من مكان، أولا من خلال لقائنا بالقائمة بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تم التطرق خلال لقائنا مع السيدة ندى الناشف وهي نائب المفوض السامي حاليا قائم بأعمال المفوض السامي، تطرقنا لعدد من القضايا كان من ضمنها قضية ما يحدث لسجناء الرأي والتعبير وبالذات الإعلاميين والصحفيين، وكان طبعا في مقدمة هذه القضية قرارات الإعدام التي يعني هناك خشية حقيقية على أرواح 4 من الشباب كما قلت لك في هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه تم وهذا أدرك أيضا في كلمة المفوضية السامية بعد ذلك في المجلس، أيضا في كلمة اليمن
التي القاها الاخ الوزير تم التطرق لهذا الامر. نعم. ثم في لقاء انا مع رئيسه منظمه الصليب الاحمر تم التطرق لهذا الموضوع، وايضا اوضاع الذين هم في السجناء الذين هم سجناء في سجون هذه الميليشيات. وما يمكن ان تقوم به الصليب الاحمر لاطلاعنا عن حاله هؤلاء واطمئنان اهاليهم عن حالتهم بشكل او باخر. بمعنى اخر اننا في كل لقاءاتنا كان هذا الموضوع هو موضوع اساسي، وتحدثنا في هذا السياق عن هذه المحاكم الهزليه التي شملت فيما شملت كما يعلم الجميع احكام على اكثر من 400 من قيادات الحكومه الشرعيه بالاعدام ومصادره الاموال، ايضا ما يقوم به ما يسمى بالحارس القضائي وغيرها. نعم نعم. من الاعمال والاجرام. نعم. طيب 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 استاذ نبيل، هذا عن لقاءاتكم، هذا عن ما قمتم به. في المقابل هل المجتمع الدولي، هل من كنتم تتحاورون تتحدثون معهم، كيف ينظرون للقضيه اليمنيه؟ هل يعون تماما مدى التعنت، مدى ارهاب واجرام هذه الميليشيات الحوثيه؟ طبعا كيف يفهمون القضيه اليمنيه برمتها؟ ايضا هم يدركون مثل هذه الاعمال وهذه الجوانب، لكن ايضا يعزون. طبعا احنا كنا سعداء ان ما تحدثنا به انعكس في كلمه المفوضيه الثانيه امام مجلس حقوق الانسان بشكل ما، لكن بالمقابل كما قلت لك اشكاليه المنظمات الدوليه انها تبحث عن مداخل السلام، ولذلك هي تتحدث ايضا عنه انه طبعا بالتاكيد هم يتوقعون ذلك على أن هذه ميليشيات وليست حكومة ولا دولة. والميليشيات معروف عنها دائما الأعمال الإجرامية وما شابه، لكن دائما يدعوننا إلى ضبط النفس ومن العمل من أجل جذب هؤلاء إلى قضية السلام. يعني هم لديهم الخطوط الأخرى التي يسعون للعمل فيها للوصول إلى حلول سياسية بشكل أو بآخر. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، شكرا جزيلا لك.